السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي 3 أسئلة يا شيخ مصطفى. سلي يا حبيبي. أنا دلوقتي بصلي في جماعة وانتهيت من دعاء الاستفتاح وما زال الإمام لم ينتهي منه. فضل ساكت يعني المفروض أنا أقول أعمل إيه؟ صلي دعاء الاستفتاح، أنت إمام؟ لا أنا مش إمام. مأموم؟ آه. يعني ايه مشكلة؟ كيف الامام لم ينتهي منه؟ يعني تقصد الصلاة الجهرية؟ ساكت وقت طويل. تقصد في الصلاة الجهرية؟ نعم. تقصد في الصلاة الجهرية انت انتهيت من دعاء الاستفتاح والامام ايه؟ ايه بدعاء استفتاح اخر. تمام.